Bonsoir tout le monde, أهلا وسهلا بيكم في قناتكم فوالا لو فرونسي افيك موا بروف أنا. Alors ce soir, إن شاء الله غندير لكم دي زيكزامبل دو إكسبرسيون كريت راسين بإكزاما تي سي إف إي آر إن. سي كوا إي آر إن؟ ده إكزاما جديد معمول للناس فقط اللي كيطلبوا الكارت دو ريزيدونس مستوى A2 أو ناسيوناليتي مستوى B1. ألوغ اليوم غادي نتكلمو على الإكسبرسيون كريت وموديل إزاي نكتبو إكسبرسيون كريت فاسيلمون. ألوغ يلا بينا. ألوغ بروميير تاش كما شايفين الكلمات هي من 30 مو مينيموم و 60 مو ماكسيموم. دونك سكون فا فير نقراو المطلوب منا. كيقول لك دو جيني سالو تون امي ايما فيان افيك نو سامدي الي كومون جيني. دونك فو ريبوندي ا جيني فو ديكريفي فوتر امي ايما اج بروفيسيون كاركتير اكسيتيرا. دونك زي ما قلنا في الفيديو اللي فات اللي ما شافوش يا ريت يرجع يشوفو. الوغ قلنا انو الاكسبرسيون كريت Tâche 1, l'exercice 1, justement, description, soit une personne ou un objet ou un lieu. Donc, l'exemple, là où nous avons, c'est d'écrire une personne. Ou là, comme vous le voyez, nous allons nous la génie, afin de nous décrire notre amie, nous allons nous dire le signe, la profession, ou le caractère. Alors, comment vous le dites? Sans erreur. غادي نفتحو باش نكتبو مع بعض. الوغ بروميير شوز طبعا هو ميساج بسيط 30 مو حاجه بسيطه نحاولوا ان احنا ما نخطئوش. غادي نكتب لنا ميم شوز سالو دكا. غادي ننزلو تحت. هو طبعا السؤال طون امي ايما فيان افيك نو سامودي. سؤال هل صديقتك ايما غادي تجي معانا سامودي؟ هقول له في الميساج. ممكن ندير لكم استراتيجي باش باي اكزامبل تكون سهله عليكم سواء كان حامل ديسكريبسيون الولد ماسكولا او فين. مونامي او غادي نقول له وي مونامي إيما. طبعا هو قال لك فيان افيك هو ده قالها بالبريزون. دونك حتى انا غادي نجاوب بالبريزون ملهاش علاقه نجاوب اي زمن. وي مون امي ايما فيان افيك نو سامدي. وغادي ننزل تحت ونقول الوغ مون امي أو إيما. باش نقولو السن لازم نستخدمو أفواغ. باغ إكزومبل 20 مش لازم نكتبو رقم 22 قلنا الأج. ميتنو غادي نقولو البروفيسيون إلي. ممكن نختارو مهنة تمشي ماسكولين فيمينا باش ما تلخطوش. ممكن نختار ميدسان. ميدسان هي ماسكولان فيمينا ممكن نكتبو إيل و إل بس خليونا نعليو السن شوية باش يبقى منطقي. 28 إلي ميدسان داكوغ. دونك اللي غادي يختلف معانا هو هنا الاسم غادي يكون اسم ولد حسب اللي هما باغين. وهنا طبعا غادي نكتبو إيل بدل إل. إلي ميدسان داكوغ. غادي نخليها لكم إلي ميدسان. غادي نرفعو شوية. Maintenant, on va dire comment il est. يعني كيفاش وصف ديالها. الكاركتير هو باغي الكاركتير. طبعا غنقول il est حنا كنهضروا على فيمينا. il est très par exemple انا باغي نجيب كاركتير يكون يمشي مع الماسكولين ومع الفيمينا باش ما تلخطوش. il est très super. Et, يعني هي رائعة.
سوبر يمشي مع الماسكولا ومع الفيمينا. اي تيميد، تيميد يعني خجولة، وبرضو تجي مع الماسكولا. يبقى سوبر اي تيميد هما ادجكتيف انفاريابل، يعني انفاريابل الماسكولا والفيمينا. يبقى الي تري سوبر اي تيميد. سي بون، نحسبوا الكلمات. عندنا 2 4 6 8 10 12 14 14 16 18 20 22 25. احنا لغايه دابا كاتبين 25. قلنا لاج، قلنا البروفيسيون، قلنا الكاركتير. ممكن نزودوا شي حاجه، باغ اكزومبل ال ام لو سبور كوم موا. دونك حنا حسبنا 25، يبقى 27 29 40 40 مو. حنا لغاية هنا كتبنا 40 مو. اي فوالا لا ديسكريبسيون كو نحاول ندير لكم نهاية تمشي مع ديسكريبسيون، او خليها لا ديسكريبسيون دو، وحسب اي موضوع اش من وصف باغين يعرفوه. طبعا هنا باغين ايما، فانا غادي نقول ديسكريبسيون ديما. لو قالوا لي فاليز، قالوا اي شيء اوبجي، نفس الشيء. اي فوالا لا ديسكريبسيون دو، ونقولوا باغ اكزومبل اي شيء احنا باغينو نقدروا نقولوا. فدونك احنا هنا حاولنا طبعا هنا حاولنا ان احنا نغطيو من كل النواحي. لو انا عندي ماسكولان او فيمينا، وي سالو، وي مون امي ايما فيان افيك نو سامدي. الوغ ايما 28 ans، الي ميدسان. اما لو سولوني على حد ماسكولان نخليه il، هو الي ميدسان، ونفس الكلمه ماسكولان فيمينا طبيب. Il est très super et timide. نفس الشيء، super و timide تمشي masculin و féminin. ونغيرو بس elle، نخليها il. D'accord، نديرها لكم باش تلحقوا تسجلوا. Elle aime la même chose، ممكن نقول هو أو هي. Il aime le sport comme moi، كتحب أو كيحب الرياضة مثلي أنا. Et voilà، وها هو la description d'Emma، هو ده الوصف لإيما. بس tout simplement كده انا وصفت شخص. ممكن تسجلوا هذه المعلومات عندكم وتقدروا تكتبوها في الاكزامة بدون اي اخطاء. ده كان بالنسبة لي طاش ان، ده اكزامبل تاع اون بيرسون. داكور. طيب ماتنا غادي نشوفوا الاكزامبل طاش دو. دونك سيب لكم شوية تقدروا انكم تكتبوا. فوالا. Salut, oui, mon ami Emma vient avec nous samedi. Alors, Emma a 28 ans. Il est médecin. Il est médecin. Il est très super et timide. Il aime le sport comme moi. Et voilà la description d'Emma. On écrit طبعا اسم ديالنا هنا، اي اسم ديالنا. C'est bon. Alors, ده أول tâche. نمشيو maintenant deuxième tâche. شوفوا اش مطلوب منا. Alors, deuxième tâche, 40 mots minimum, 90 mots maximum, mais 45 mots. Nouveau message, il y a un message Jelna qui vous le salue. Comment s'est passé le mariage de ton cousin samedi dernier, Elise? Vous répondez à Elise, vous lui racontez le mariage de votre cousin. Alors, da keda tâche 2, qui va chardin ktbou. On va voir كيفاش ممكن نكتبوا هاد الطاش. طبعا هو ميساج، فما عنديش مقدمة، وهنا كيف ما شايفين بغينا نحكيو بالباسي كومبوزي الماضي. الوغ سي با غراف، غادي نجيبو ونكتبو. الوغ طبعا هما ما باغينش مقدمة لأنه ميساج مش لاتر، ده ميساج في التليفون. غادي نقول نفس الشيء، سالو مونامي، نطول شوية، سالو مونامي،
نو سافا. طبعا سا سي سي دال، نحط الشرطة تحت السي، ما عنديش هنا في الكوف. كومون سي باسي لو مارياج دون كوزان سامدي ديرني. غادي نبدا دايما وانتو كتبداو، نبداو بالوقت او اليوم اللي هو ندوني. هقول لو سامدي ديرني، السبت اللي فات، جي اسيستي، او جي خليني نديكم فعل سهل، جي او ممكن نخليوها، من بغيت ندلكو في تي او سيليبغي، نو سي بون، ممكن نخليوها جي اسيستي يعني حضرت، او ممكن نقولوا تولي اسهل جو سوي، اكيد كلكم عارفين جو سوي زالي، بس طبعا او عليها اكسون، جو سوي زالي او مارياج دو مون كوزان. غادي نقولو طبعا المكان ديالو، او هو بغاني جوستمون، اتون هو بغا جوستمون شنو وقع في المارياج نحكيو يعني. لا فيت اللي هو الاحتفال، لا فيت ايتي تري اغريابل، كان رائع. طبعا ايتي اكسون على الاو وعلى او، La fête a été très agréable, très agréable. نشوفوا شحال باقي لنا من كلمة، عندنا 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. حنا لغاية دابا كاتبين 22 داكور. اي لو روبا a été، غادي ندير وصف، été très bon، والأكل كان رائع. داكور. la musique aussi été super. ممكن نحطوها comme ça. J'ai bien amusé dans la fête de mon cousin. Donc, وقفنا هنا، قلنا je savais pas، نعيدو 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. حنا كتبنا حتى لدابا 42 مو. داكور. ممكن نكتبو كمان اون فراز. مون كوزان، غادي نقولو انه كان مبسوط. ا ايتي تري كونتون افيك femme. Wingolo, je suis content pour lui. Alors, un zéro tena, donc 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, et Hitalien acte 57. Donc, je n'occupe tena, salut mon ami, comment ça va? Le samedi dernier, je suis allée au mariage de mon cousin. La fête a été très agréable et le repas était très bon. La musique aussi était super. J'ai bien amusé dans la fête de mon cousin. Mon cousin a été très content avec sa femme. Je suis content pour lui. Et bah, Anna انبسطت في الحفلة ديال الكوزان ديالي. هو كان مبسوط مع زوجته وأنا كمان مبسوط ليه أو عشانه يعني. Voilà. دونك ده كان ممكن هنا نخليوها اوغو، مش في اختلاف، كتبنا هنا كونتون هنا اوغو. دونك ده كان نموذج لي راكونتي اون سواري، او هنا اون فيت. جو كوا انه يكون الموضوع واضح. طبعا ما ننساوش لي زاكسون.
دونك ننتقلوا لباج 3. Alors, maintenant, on va démontrer la page 3, 40 mots minimum, 90 mots maximum. Donc, page 3, vous préférez faire vos courses au supermarché ou dans les petits magasins? Sur un forum internet, vous expliquez pourquoi. Donc, il y en a qui est vrai ou pas, il y en a, حاول شيء معين, ou qu'un goulou, علاش احنا فضلنا هاد الشيء. Alors, on va نكتبو مع بعضنا. Voilà. طبعا هو برضو 40 مول لو كتبنا 50 60 سي بون. طبعا فوروم انترنت نكتبو توجور سالي سالي سي بون ونزلو تحت. دون مون ارتيكل جيمري dire mon opinion sur ou نكتبو حول اشنو باغين اكزاكتمون. هنا باغين sur ou او sur faire les courses par exemple. Moi, بالنسبة لي, je préfère faire mes courses au supermarché. نختار واحدة من كلمات المدينة هنا ولازم نقولوا علاش. Parce que je peux trouver ce je veux facilement. يعني انه انا نقدر نجد اللي انا بغيته بكل سهولة. D'accord? Jusqu'à maintenant, كتبنا 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. حتى لدابا كتبنا 33. نزودو كمان سبب. En plus trouver, ممكن نجد. On peut trouver beaucoup. Beaucoup de différents produits avec des réductions à tarifs. Donc, on a 33 dans le supermarché. Voilà, je ne savais pas. Donc 2, 35, 37, 39, 40, 42, 44. حتى هنا كتبنا 44. الرقم المطلوب. سي بون. ما غاديش نزودو. سالو دو مون ارتيك جيمري دي او مون اوبينيون سور فير لي كورس. بور موا جو بريفير فير مي كورس او سوبر مارشي باسكو جو بو تروفي سكو جو فو فاسيلمون. En plus, on peut trouver beaucoup de différents produits avec des réductions ma tarfedante. Donc, جاوبنا على السؤال. احنا شنو كنفضل؟ انا شنو كنفضل؟ هل نشري ندير الكورس في السوبر مارشي ولا في المحلات الصغيرة؟ وقلت السبب انه هناك ممكن نلقى كل التفاصيل اللي انا بغيتها، كل الاشياء اللي انا بغيتها بسهولة، وكمان في في اختلاف في البرودوي مع تخفيضات. يبقى ده كده كتبنا 44 كلمة. سي بون، كل ما نكتبه أهم حاجة نعدي والكلمات باش ما نغلطوش.
جو كخوا نتمنى نكون الفيديو ده فاد ناس كتير، وان شاء الله غدا نكتب لكم نماذج اخرى. احنا هضرنا على نموذج واحد، غادي ندير لكم نموذج اخر وان شاء الله يفيدكم في الاكزامان. ما تنسوش طبعا الشير واللايك وتفعيل الجرس وشير الفيديو باش يوصل الناس اللي عندها ليزيكزامان عشان تستفاد من اكسبرسيون كريت في التي سي اف اي ار ان الخاص بالكارت دو ريزيدونس و ناسيوناليتي فرونسيز. صبحون على خير و او ريفوار.